صباح الخير عليكم. صباح الخير، على السلامة، أهلا. أنا عدة أيام وأنا مشغولة جدا جدا. اليوم الصباح كنت ندير فيديو نفكر روحي ونفكر الناس بواحد الجيران، جيران اللي قدامنا الله يهديهم. ولاو يحكيو على حقوق الإنسان و فغيمون، ويحللوا ويفسروا في الجزائر على حقوق الإنسان. يا سلام عليكم. أنا نقول لكم باللي أنتم كشعب وكحكومة كمملكة كملك البلد الوحيد اللي نورمالمون ما يتجرأش يتكلم على حقوق الإنسان. لاخطرش في المغرب، في المغرب سانيكزيست با حقوق الإنسان، ما كانش خلاص، ما تكزيستيش، ما كانش. شعب يدله الملك، ملك يستعبد الشعب، انتهاكات حقوق الإنسان في الطول وفي العرض، سرقة أراضي شعوب أخرى، تعذيب وقهر شعوب أخرى والشعب المغربي أصلاً، السجون معمرة بالناس المظلومين، يعني فريمون ناس اللي يتكلموا ويطالبوا حقوقهم في السجن، في السجون معمرة بهم الدنيا. الريف منتهكة أعراضه ظلما، بلا ما نحكيه لاخطرش يطالب بالجمهورية. الدولة الوحيدة نورمالمون اللي ما تتكلمش في حتى منبر على حقوق الإنسان هي المغرب. المغرب لاخطرش فغيمون راهو طلية مطلية، شعب اللي ما يقدرش ينتفض، شعب اللي ممنوع عليه باه يتكلم على الملك، شعب اللي ممنوع عليه باه يتجرأ باه يطالب حقوقه. ملكية هاتك أعراضكم، أعراض الشعب هذا، فساد، ذبح، سرقة، كن دخلوا في المجتمع المغربي هلكة كبيرة كبيرة. دونك هذاك لو بوتي 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 بوسان بكفر مبوريتا والعثماني المجنون الى توت لا كليك هذيك، يسكتوا يقفلوا فمهم ويسكرهم بعاد 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 بعاد، به يخوضوا معركة في التكلم على حقوق الإنسان بينما هما في الحديد. فريمون ما كانش الدولة الوحيدة اللي ما تقدرش تهضر على حقوق الإنسان هي المغرب. الشعب يرمز للانتهاكات بكل انتهاكات تاع كلش، فساد، ظلم، لابيدوفيلي، لحاشكم كلش للأطفال، يعني فريمون الدولة الوحيدة برك اللي ممنوعه نورمالمون باه تتكلم هي كدولة وشعب، ما عندهمش حق بيسك مهلوكين. دونك حنا الحراك وحده سي بون، عامين حراكي بلوس او راح يروح اكثر، ما كان والو، ما سالتش قطره دم هكا، ما كان والو، ما كانش كونفرونطاسيون، ما كان والو، الحمد لله. وهذا الحراك هذا اللي هبلهم، الحراك هذا اللي لا فرانس تحلم به. شوفوا واش قاعده دير فرنسا، تضرب والدولة اللي فريمون للأصابع بكل نورمالمون تشير لها باللي ما كانش تاني عندهم حقوق الإنسان هي سي بيان لافرانس. لافرانس الشعب مقهور كومبليتمون، المسيرات مقهورة، ويجيو يتكلموا على الجزائر. يا سلام، يعني شوفوا فريمون مي ما راحين ديروا والو، غيان جوتو حاجة ما يقدروا يديروها، ما يقدروش يديروا بيسك حنايا شعب موحد نتخالفوا، وكما قالوها نتصارعوا في ما بيننا على الرأي، بيننا في الرأي نتصارعوا، يعني فريمون نتصارعوا في الآراء تاعنا، بصح بلاتنا الي انتو شاب، والوحدة تاعنا الي انتو شاب. يلفوا بلي هاد الفتن هادو على الجزائر، الجبهات بكل محلولة في ضدنا، بصح الشيء اللي عندنا حنا جامي به يكون عندكم. حنا عندنا بلاد موحدة، شعب موحد، حتى نعارضوا ونتعارض
ولكن حنا شعب واحد وبلد واحد ما يتقسمش. نحيو من بالكم الشعب تاعنا راه واعي واعي، وبعد على الشعوب، بعد على الشعوب، من حتى الشعوب الأوروبية، أنا نحكي كشعب راهو بعد. حنا حراكنا سلمي، سلمي، ثورتنا سلمية. انتوما تحلموا بيها كشعب مغربي ولا كشعب؟ تحلموا تحلموا، وجامي بس كلكم. دونك انتوما كدولة كشعب، يعني سامحوني حتى من الشعب، يعني اللي ما نهضرش على هذوك تاع لي يوتيوبر هذوك تاع تيك توك هذوك اللي كالعادة نهضر، يعني سامحوني كشعب ما عندكمش الحق في بوغ لانستون. بوغ لانستون هاي المهم نقول لكم تصبحوا على خير وعلى توعية إن شاء الله كبيرة، وتفطنوا إن شاء الله. نقول لكم بون جورني تو لي زالجيريان، إن شاء الله تطلع لينا شمس مشرقة جدا 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 يا ربي.